بعملها ما بعملها بعملها. قلت لك لا ممنوع. خلص ممنوع 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 خلص. اليمين الإسرائيلي سيقتحم المسجد الأقصى من جديد، سيدخل إلى باب العمود من جديد، سوف يقوم بنفس الاستفزازات من جديد. ما هممهم شيء الجماعة. ما ترى. حيث ستنطلق مسيرة الأعلام المشؤومة على أن تصل البلدة القديمة عند السادسة ومن ثم إلى حائط البراق، وهي مسيرة اعتاد على تنظيمها منذ 30 عاما. دائماً. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة وافقت على إقامة مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة يوم الخميس المقبل، وبعدما كانت مقررة يوم غد تأجيل مسيرة الأعلام أو الأعلام إلى يوم الثلاثاء المقبل. طيب طالما الجماعة معودين عليها من 30 سنة، لشو هالقد عم تاخد وقت وتفكير وجدل؟ لا لا، هذا بده شغل، ما بقى في كيف مكان، يعني عن جد بس حيرتونا يا جماعة، قصدي اعتمدوا. انتوا بدكن تعملوا هيدي الشغلة ولا ما بدكن تعملوا، ولا في شي تفصيل مكركبكن؟ نحذر الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب الاحتلال بمسيرة المستوطنين مجددا من القدس والأقصى، وإن شاء الله تفهم هذه الرسالة واضحة حتى لا نصل يوم الخميس إلى ما كان يوم 11/5. بس إسرائيل لا ترضخ، إسرائيل مستحيل. بدو يتحكموا فيكن؟ إسرائيليين لا، ما حدا بيتحكم فيهم، ما حدا بيتحكم فيهم. هيدي المسيرة مقررة وما بتنشال. لن تصادق على مسيرة الأعلام في القدس المحتلة في مخططها الحالي، وأبلغهم رسميا لن يكون هنالك اقتحام أو دخول أو وصول لهذه المسيرة إلى البلدة القديمة. هذا هو القرار النهائي للشرطة الإسرائيلية. إن أردتم أن يكون هنالك مسيرة افعلوها بعيدا عن المناطق العربية. يعني ممكن الإسرائيليين ما بدهم يروحوا لحرب، بس إنه بالآخر هذا هيك قرار عادي، يعني محصور بشغلة صغيرة خاصة بمسيرة بقلب المسجد الأقصى وانتهاكات، ما حتتطور أكثر ولا لا؟ ما حتتطور أكثر. كلها أعلام، ما حتتطور أكثر. ואתה חושב שצריך להתעקש לצעוד ברובע המוסלמי ברמת המתח בימים אלה? צריך להסתכל קדימה. היום מי שמורתע זה אנחנו, לא החמאס. היום הם טוענים מה שהם טוענים לגבי הצעדה הזאת, מחר הם יגידו לגבי עלייה להר הבית, מחרתיים משהו אחר. הגענו למצב אבסורדי בעניין הזה. לא רק שאין לנו ריבונות, אנחנו גם מורתעים, לא יכולים לעשות שום דבר. بس يا خي هذا الكلام يعني ما كتير هيك فايت براسي لك. من هو يعني من هو اللي قال هيدي اقوى من اي وقت مضى؟ في حدا قال قديم ذكريني؟ زي مش فرجونا الفيديو. الحمد لله دولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وهي تعيش وتنتعش، ومعا سنضمن بأن تعيش دولة إسرائيل إلى الأبد. معلم هلا أنت يبدو طاير من رأس الحكومة، ولازم تشوف لك شغلة تانية. نحن فريق عمل يا ستار، واستحاء من السوشيال ميديا قررنا نقترح عليك شيء تاني. يلا بندورة، يلا بساطة، يلا بصر، يلا باذنجان، هاي الملفوف، هاي الزهرة، هاي التفاح، هاي الشمام. فريق عمل يا ستار يتقدم بأقوى الاعتذارات من الكل. جنى بتعتذري معي؟ أكيد أكيد. نعتذر من كل بائع خضار شريف، بس الزلمة يعني إنه عم بدور على شغلة. خطولك غزة. لرئيس الوزراء الجديد، اسمع من هالشوارب، اسمع مني، أحلى ما تزحطولك مثل اللي قبل. شو بيقول محمد الضيف؟ شو بيقولوا الإخوة بالجهاد؟ شو بيقولوا الإخوة بكل المقاومة وفصائل المقاومة بغزة؟ امشي امشي على العمياني، أحلى ما يصير فيك مثل نتنياهو. يا ستار.